هلا احنا بالفجيره مره ثانيه. طب اذا اشتد كمان مره هل بتصير لو شتت مره ثانيه بروح بالغواصات الطوارئ. You know, if it will rain today in the evening, they will be going not in ships, they will be going in submarines. السلام عليكم ورحمة الله. هنا من الفجيرة. شوف المطار اللي غطت الشوارع. يا حرام عليك، سيارة غرقانة. ها؟ سيارة غرقانة ليك. شفتها؟ في كمان الصبح كان مرسيدس ما شفته. هذيك غواصة كانت. Look here, this is the street. That was one day street. And somebody is sleeping and enjoying the scenery. Can you see that here? He's watching the traffic. This is, he has the best scenery here. شايفين هذا هون؟ شوف السفينة، شوف السيارة الغرقانة. There's no tires. Is there tires? Yeah, there's no tires. Did you see the tires? Yeah, there's no tires. Is there tires? No. It's covered. حرام راحت السيارة. This was one day a car. هذه احنا مش فاهم ليش ما بيعملوا يعني ما بنزل المطر كثير، ما بنزل المفروض يسيبوا البحر قريب يعني. هذا بس انا بقول لك بدهم يحفروا عشان ما يدخلوش على المصفاية. فيديو كليب. خلصنا المرحلة الأولى من الفيضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من بحيرات الفجيرة. خلاص يلا السلام عليكم.